السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمس كنت قد تحدثت أو أوردت خبرين عن كرش وما حدث فيها، واليوم لدي هذا الخبر والذي يقول: أول بيان لصنعاء حول مواجهات كرش وسبب اندلاعها. وإلى التفاصيل، أصدرت سلطة صنعاء أول تعليق لها على المواجهات التي اندلعت مع قوات المجلس الانتقالي في محافظة لاحة الجنوبية اليمن. وقال محافظ محافظة دمار في حكومة صنعاء محمد البخيتي في تدوينة له على إكس: نؤكد للجميع أننا لا نسعى للتصعيد مع السعودية والإمارات أو مرتزقتهما في الداخل خلال هذه المرحلة التي نخوض فيها مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا لنجدة إخواننا في غزة، وفق تعبيره. مضيفا: ما حصل في الضالع وفي كرش يأتي في سياق الاستجابة للضغوط الأمريكية لجس نبض ردة فعلنا وردة فعل الشعب اليمني. يعني الأمريكيين حركوا أدواتهم في الجنوب يشوفوا أشعيفون ردنا، فكان ردنا والحمد لله ردا صاعدا وحاسما، والخبراء حسموها والحمد لله. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.